بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتائج الكليات العسكرية كالتالي: أولاً، منح طلبة الدفعة 118 حربية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية. ثانياً، منح طلبة الدفعة الثالثة ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الرابعة من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية. ثالثاً، منح طلبة الدفعة 75 بحرية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم البحرية. رابعاً، منح طلبة الدفعة 91 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية. خامساً، منح طلبة الدفعة 52 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي. سادساً، منح طلبة الدفعة 61 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. سابعاً، منح طلبة الدفعة السابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. ثامناً، منح طلبة الدفعة 53 من الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة. وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم لامتحان 100%، والله ولي التوفيق.